خالي، إذا أخونا كارا. ها؟ شو عم تقول؟ ابني لا تحكي وأنت مسكر تمك، ما عم أفهم عليك. حاجة زازا، عم تدخنها كتير، كلها على بعضها شقفة إذن، تانية قاعدة بمحلة وبتكفيك لا تسمع. ما عم بقدر أقوم على رجلي، خربان كلي على هذا الطرف، بحس حالي تقيل. انت قوم بالأول بتتعود. التوازن تبع جسمي كله خربان، لا تستهين فيها إنها قطعة لحم. أتاري طلع يلي بيخلي الواحد يمشي ورافع راسه قطعة لحم هالقد قد، ولا أنا ما بحب النوم ولا بحب هاي القعدة بالتخت. شايف؟ هاي ليك زازا، انت عطيت خبر لجمال. شوف 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 مو احتمال انه توقع طيارة كبيرة اذا ضربت بنسر بالليل. ها زازا، لا تغير الحكي، قوم بدنا نروح لعند جمال. خالي طيب شلون بيمثل غنم بعد ما يقطعوا له أدنيه؟ نجدات، الديوك اللي بيقطعوا له رأسه كمان بتمشي، بتمشي وهي عم تتخبط وتنزف من الوجع. انت فكرت بهالشي؟ خالي عم يخطر على بالي كتير ناس انت قطعت لهم أدانهم ولسات هون عايثين ما أحلاهم. هيك لكان؟ أنا ما فكرت بهالطريقة هاي نجدات. لا تطلع اللي بيحكي، اطلع اللي بيجبره. بتعرف ما بحب التفكير أبدا، بس أعطيني مهلة يومين فكر بهاي الشغلة ودورها بمخي عروة. ما في لزوم تفكر بهاي الشغلة، أنا حليت لك المشكلة. إذا أنا هلأ بقطع لك إذنك التانية بيرجع لك توازنك دغري. قولتك يعني قولتك يعني إذا رحت الهوى هنيك يمكن يحسنني مزاجي شوي، بينشطني. بيحسن لك مزاجك وبتنشرح، بعدين بوعدك من هلا بس نرجع رح ركب لك لأدنيك قطعة ذهب بدل إذنك اللي راحت. أنا ما بحب الذهب، بحب إذنه لما ماتي باش. بدي أقطع لها الإذن وإلزقها هون محلها المسكينة يلي قطعوا لي إياها. زازا، الفكرة يلي قلتها بالأخير منيحة كتير.
أهلا وسهلا معلم. شو خير عابد؟ مو كتير خير معلم. معقول تكون الصور حقيقية؟ فحصتهم معلم، الصور حقيقية. معلم فاضي شوي، بدي أحكي شغلة. شو صاير لعينك؟ ما في شي مهم معلم. يا ربي فرمان، روح جيب محرمة. ليك معي وحدة، أنا بمسحهم. ماشي خلص عابد، مو مشكلة. وانت فرمان بعدين بنحكي. ماشي معلم. ليش تلبكت هيك؟ أهلين فرمان، تشرب شاي معي؟ أي نعم بشرب. شو صاير مشكلجي مثل أبوك؟ قلي مين مكحلك عينك؟ في شي بين أخته لنهاد والمعلم ميماتي؟ شو هالحكي بلا طعمة؟ بتحب كحلك عينك التانية؟ مبارح المسا حكى خطيبة السابق حكي طالع نازل وعلقنا ببعضنا. هذا واحد قليل أدب، عم بيشوه سمعة البنت لأنها تركته. هو معه حق، يعني لما وحدة بتشوف المعلم ميماتي بتطلع بوجهها الخسيس؟ أخي أنا ما فهمت عليك، بس يعني في هيك شي؟ بهذا المجال من كل اثنين وحدة متعلقة بالمعلم مراد، والمو متعلقين بالمعلم مراد بيتعلقوا بالمعلم ميماتي. سلوى تعالي على المكتب بسرعة. أساساً جاي لهني، أنا على الطريق. تعالي. أنتوا شو عاملين فيها للبنت؟ وضعها تعبان كتير، صار ليومين ما عم تحكي. أنا قلت للسيد مراد إنه بنته رهف ما بتتحمل هذا الضغط. ما في أي معنى إنه يقول للطفلة أنا أبوكي، المهم إنه يحسسها بهذا الشيء وتقتنع فيه. هلأ شو بتقترحي علينا؟ خلوا رهف تشوف أبوها. مراد ما رح يسمح بهالشي. هلأ ليش، مين الطفل، مراد ولا رهف؟ معلم منجيب كارا وبنسأله ليحكي لنا؟ حاليا ما راح نجيب له سيرة اي شيء. ايه شو بدنا نعمل لكان؟ لازم تبلش تراقب كارا. معلم انا ما بحب هاي الشغلات بنوب. عابد بيفهم بهالشغلات وهو بيراقبه. عابد عنده شغل، انت يلي بدك تراقبه. ماشي معلم. طيب مين هاد معلم؟ شو هاد بشمرقة؟ لا معلم، بينادوه متل تقيل، واحد من يلي كانوا صحاب الدولة. عابد دور على مكان متى. حاضر معلم. قديش هالدولة إلى صحاب يا معلم؟ شو يعني لما بيروحوا هدول بتبقى الدولة فلتانة؟ مشان هيك لا تترك يا ميماتي، لا تترك كارا بدون صاحب ولا تترك الدولة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عن إذنك دقيقة. معلم أبو المدام برا. دقيقة وفوتو.
ليش والد الأستاذة المدعية مو متوفي من زمان؟ مماتي عفواً معلم، خربط بين الأبهات. عابد أنت ما بتعرف من زمان كان يجوا لهون باباوات المافيات، خلصنا عليهم كلهم وما بقي غير أبهات الزوجات. تفضل. أهلا وسهلا سيد داود. أهلا وسهلا. تفضل. شو الأخبار عندك؟ الحقيقة زعلان منك شوي. من يوم ما تزوجت وما أجيت ولا مرة زرتوني. مع الأسف شغلي صاير كتير. مش هيك عم تعملها لإنجي؟ عفوا سيد داود، بس أنا ما وعدت حدا بأكتر من زواج على الورق. بس قلوب الناس مو ورق يا مراد علمدار. إنجي بتحبك، ولما ما عم بتشوف منك مقابل عم تزعل كتير. بعدين لا تنسى انه في عندك بنت، وبتقدر تفهم قديش هذا الوضع بيزعلني. مزبوط، بس انا كمان قلبي مانو من الورق. ما عرف انك بتقدر الاستاذ المدعية كتير، بس هاي العلاقة للأسف عم تأذينا كلياتنا. سيد داود، ليلى بالنسبة لي أهم منك وأهم من إنجي كمان، فنصيحتي لألكن حاولوا أنه ما تندمجوا كتير بالدور، وفهمها منيح لإنجي نحن شو متفقين. بعد شو علقت الميزوزة على الباب؟ رح علقها فورا سيدي. هات هات هات، أنا بعلقها. يا الله أنا شو بدي أعمل؟ طولي بالك طولي بالك يا ربي، دخيلك تعيني. الله يصبرك. نحن كلنا أولادك، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مأوى جنبك. فخر إنا أنه شهيد. أهلا وسهلا حضرة المدعية. سلامة عمركم. سلامة عمركم. طول بالك. سلامة عمركم يا جماعة. تسلم يا أستاذ. تسلم يا أستاذ. سلامة الوطن. عجبني هيك بدي إياك. ستنا ستنا.